الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله في هذا اللقاء الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا نافعا بإذنه سبحانه وتعالى. ونرحب بشيخنا الشيخ إبراهيم بن عامر أرهيلي حفظه الله، ونشكر له استجابته على هذه الدعوة، ونسأل الله عز وجل أن يجزيه عنا كل خير. والشيخ إبراهيم حفظه الله أستاذ دكتور في الجامعة الإسلامية في قسم العقيدة، ومدرس في المسجد النبوي. وعنوان هذا اللقاء أيها الأفاضل العقيدة السلفية بين حقيقة الاتباع ودعوة الانتساب. وكان من المفترض أن يكون الأستاذ الدكتور كذلك الشيخ فلاح بن إسماعيل حفظه الله كان المفترض أن يكون موجود في هذا اللقاء ومشارك، ولكن لعله حصل له بعض الظروف. ونترك الآن المجال للشيخ وفضل الله، وفيه الكفاية والغنية وكذلك الكل باجتياب الاستماع الحديث منه وفقه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأرحب بالإخوة في هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله، وأشكر لأخينا المغيب استضافته لطلاب العلم وإكرامهم والتنظيم لهذا اللقاء الذي نتذاكر فيه العلم ونتناصح فيه. وأشكر للأخوة حضورهم والحضانة من المشايخ وطلاب العلم، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل. أيها الإخوة، أود أن أقدم بين يدي هذا الموضوع بعدة مقدمات. المقدمة الأولى اعتذار قبل وجود التقصير في طرح الموضوع. هذا الموضوع حقيقة أرى أنه من الأهمية بمكان، وعندما دعيت لهذه الدورة طرحت هذا الموضوع على أن يكون هناك محاضرة، ولم يحصل تنسيق، وكان بعض الأخوة المناضلين أرسل لي رسالة ليكون طرح هذا الموضوع هذه الليلة، وما عرفت هذا حتى وصلت إلى هذا البلد، فلم يحصل الاستعداد حقيقة لهذا الموضوع، الاستعداد الذي أرى أنه يسد الحاجة فيه. ولكن أذكر بعض ما يخطر في الذهن في هذا المقام، وهذا الموضوع له استكمال لعله في جلسات أخرى. هذا أمر. الأمر الثاني أني أرى أن طلاب العلم وخاصة من ينتسب للمنهج السلفي منهم ينبغي أن يخاطبوا بما يسد الحاجة وتمس إليه الحاجة في هذه الأصول، فإن الناس يتفاوتون في العلم، يتفاوتون في الفهم، ومن ينتسب لهذا المنهج السلفي حقق أشياء كثيرة ووفقه الله عز وجل في كثير من العلم، ولكن يبقى جوانب قصور. هذا القصور لا يسلم أحدنا من قصور فيه، وقد يتنوع القصور بتنوع الأشخاص، فعند هذا خير وهذا الخير قد يفقده الآخر، ويوجد عند بعضنا ما لا يوجد عند
الآخرين وبمجموع أهل السنة ينتسب لمنهج السلف فهم يكمل بعضهم بعضا، خصوصا بعد أن انتشر في هذه العصور التخصصات العلمية التي أقبل فيها كل متخصص على تخصصه، فأصبح له باع وإدراك ورصد للمسائل، قد لا يحصل هذا الأمر لغيره، والآخر له عناية بتخصصه، وهذا مما يدل على أهمية التعاون والترابط وأن يكمل بعضنا بعضا. ومن الأمور التي ينبغي أن يخاطب بها طلاب العلم حتى لا نكرر الموضوعات وتكون هذه الجلسات هي تكرار لما قد يطرح في كل جلسة مع ترك الجوانب المهمة التي نحتاج إليها، حث طلاب العلم على أهمية العلم وحلية طالب العلم وما ينبغي عليه يكون عليه طالب العلم، كل هذا مهم، لكن سمعنا في هذا الموضوع لربما مئات المحاضرات، وهذا يعرفه طلاب العلم، وتبقى جوانب أخرى لربما لم تطرق ولم يتحدث فيها. فمن هنا تأتي أهمية الفكر في أن ينظر طالب العلم، كل واحد منا له نظرة في واقعنا وفي عصرنا، ما الذي نحتاج إليه؟ وما هي الأمور التي ينبغي أن نطرقها ونحن في حاجة لطرقها؟ تأتي أهمية هذا الموضوع من هذا المقصد الشرعي، وأنا لا أخفيكم تكلمت في بعض الموضوعات وطرقت بعض الموضوعات في المحاضرات والدروس بمخاطبة طلاب العلم الذين ينتسبون للمنهج السلفي، وما أرى أنه ينبغي أن يعرف من الخير الذي يعرف فيعمل به، ومن الشر الذي يعرف ليحذر ويترك. حتى قال قائل: أنت تشتغل بأهل السنة، أنا أتكلم بصراحة، أنت تشتغل بأهل السنة. الشغل بأهل السنة قد يكون للإصلاح وقد يكون للإفساد. الذي يشتغل بأهل السنة لهم كالذي يشتغل بأبنائه. يسمعون الكثير منا يقول: أنا مشغول بأبنائي. ماذا يعني هذا الشغل؟ هل هو مشغول بإفساده أو بإصلاحه؟ بإصلاحه. الذي يشتغل بأهل السنة للإصلاح لا يلام، وهذه من جوانب الخلل عند بعض إخواننا، لا يريد أن ينبه على الأخطاء وأن نبقى ندمدم أخطاءنا ونقترب أحيانا من بعض المناهج المخالفة، يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه ونجتنب فيما اتفقنا عليه. لا أقول أن هذا موجود في المنهج السلفي، ولكن هناك بعض الفهوم لدى بعض الأفراد، ولا أقول طلاب العلم ولا أقول العلماء، فأنا أعتقد أن هذا المنهج وهذه العقيدة باقية كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيها، في من ينتسب لهذا المنهج العلماء الراسخون الذين يقومون بهذا المنهج خير قيام، فيهم طلاب العلم الذين لهم نشاط وجهود، وفيهم من دون ذلك، وفيهم من ينتسب لهذا المنهج على قصور في الفهم، فتأتي هذه النزغات، تأتي هذه الأخطاء من قبل بعض القاصرين الذين ينتسبون لهذا المنهج.
ويظنون أن من نصح فهو ذام منكر من السنة. وأرى أن من النصح لأهل السنة ولمن ينتسب لها من أصحاب العقيدة الصحيحة وهم من ينتسب لمنهج السلف، ولا نفرق بين مصطلح السلفية وأهل السنة، خلافا لمن يظن أن هناك مرحلة سلفية مرتبة فوق مرتبة الانتساب للسنة، وكل هذه أسماء شرعية. الواجب على طلاب العلم دائما أن ينظروا نظرة ثاقبة في حالنا، ما الذي ينقصنا، فيقدموا الحلول لاستكمال النقص. وأنتم تعلمون أن المجددين للدين وللإسلام إنما اشتغالهم بمن دثر من معالم السنة كما قرر هذا العلماء، وهذا دليل على أن الخلل في عصر قد يكون غير الخلل الذي كان في عصر المرأة. لو أخذنا نماذج يعد من أول المجددين ومن كبارهم أبو بكر الصديق يوم الردة، لما ارتد معظم العرب وقام الصديق رضي الله عنه بحربهم، مع أن هذا الأمر أشكل على بعض الصحابة رضي الله عنهم، كيف يقاتل هؤلاء وهم يشهدون أن لا إله إلا الله. فبين الصديق رضي الله عنه أن قتاله مشروع، وحاول الصحابة في من أدى من نطق بالشهادتين ولم يؤدي الزكاة، وأن من حق الإسلام أن يؤدي الزكاة فقاتله. فقيل نصر الله عز وجل هذا الإسلام بأبي بكر يوم الردة وبأحمد يوم المحنة وفتنة القول بخلق القرآن في عصر الإمام أحمد، بل قبل ذلك في عصر علي الفتنة جاءت بوجه آخر، وهو فتنة أولا الاختلاف الذي حصل في الأمة وما نتج عنه من خروج الخوارج وتشيع الشيعة وخروج الرافضة، وقام علي رضي الله عنه بمعالجة هذه الأخطاء، فحارب من حارب من إخوانه وعدل في أحكامه، وحارب الخوارج ولم يعاملهم معاملة من خالفه من إخوانه من الصحابة، وحرق السبئية وشدد في معاملتهم أكثر من معاملته للخوارج. وهناك رسالة في هذا الموضوع اقترحتها على أحد طلاب العلم ووفق الله للإشراف عليها، واكتملت في موقف علي رضي الله عنه من مخالفين، وهو منهج عظيم، حتى قال بعض أهل العلم ما عرفت أحكام أهل البدع وقتال البغاة إلا من سنة علي رضي الله عنه، لأن من الخلفاء الراشدين. في عهد الإمام أحمد الفتنة جاءت بوجه آخر، وهو تعطيل الصفات والقول بخلق القرآن. فثبت الإمام أحمد. في عهد شيخ الإسلام الفتنة توسعت وجاءت من وجوه متعددة ومن طرق شتى، فقام شيخ الإسلام ابن تيمية بالدعوة للسنة ورد الناس إليها. في عهد الشيخ محمد بن عبد الوهاب كانت الفتنة في جانب آخر. نلاحظ الآن معظم كتب السلف في تقرير الأسماء والصفات والرد على المخالفين، وأما توحيد العبادة ما كان ينازع فيه، حتى جاء عصر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ورجع كثير من الناس إلى عبادة القبور وإلى عبادة الأشجار من دون الله عز وجل. فقام الشيخ رحمه الله الدعوة للسنة وإعادة الناس إلى ما اندثر من معالم الدين. المقصود بهذا التقرير
أن التجديد لمعالم السنة ليس بالضرر أن يكون هو في جوانب النظر، بل من سنن الله الكونية أن ابتلى الناس بعضهم ببعض وامتحن الناس بعضهم ببعض. ولهذا نحن لا نخشى بعد أن فرغت الأمة من فتنة الجهمية والمعتزلة وفتنة الفلاسفة والمتكلمين والصوفية أن يرجع بعض أهل السنة فيعطل الصفات أو يشبه الله بخلقه أو يقرر الطرق الصوفية. هذا ما يحصل، ولكن الفتن تأتي من وجوه أخرى. هنا دور طالب العلم ودور العلماء، نحن طلاب علم نتكلم ونتلمس الأخطاء، وهذا الأمر هو دور العلماء الكبار أن يقوموا بواجبهم في تلمس هذه الجوانب التي قصر الناس فيها ويحذروا الناس منها. في عصرنا هذا انتساب الناس للسنة والمنهج السلفي ظاهر بحمد الله، التدين قوي بحمد الله لدى المنتسبين للسنة. هذا وجدت الأخطاء ووجد الخلاف ووجد التفرق، وأنا دائما عندما أخاطب طلاب العلم أخاطبهم بصراحة وما نتكلم من فراغ ولا نجامل على حساب النصح للأمة. خلاف موجود، تفرق موجود، ووصل الأمر إلى التبديع وإلى المهاجرة والمقاطعة. ولا يمكن أن تخرج الأمة من هذه الفتنة بالتنامز بالألقاب وأن يطعن الطاعن في من طعن فيه، وإنما الواجب هو الرجوع للأصول، تقرير هذه المسائل. من هنا جاء موضوع هذه المحاضرة أو هذه الكلمة، وهو العقيدة السلفية بين حقيقة الاتباع ودعوة الانتساب. ليس المقصود بهذه الكلمة التشهير في فلان أو علان، وأنا دائما لا أسمح لأحد إذا أطلقت كلمة أن يقيدها في الحاشية ويقول فلان قال. إذا أردت أن أسمي أنا أسمي، ولكن أنا كلامي أقصد به التأصيل وأقصد به تقرير المسائل. وقد أكون والله، ولا أقول هذا والله تواضعا، قد أكون أنا من بعض المقصرين في بعض ما أحذرهم، ينبغي أن يدرك هذا، يعني ليس كل من تكلم في علم ضبطه في العمل. نحن نتكلم الآن عن كثير من الأمور، أنا مقصر في بعض، فلا يعني إذا تكلمنا عن الأخطاء أن نغمز فلان ونطعن في فلان، وإذا قررنا العلم ندعي أن نحن الذين قمنا به. بل ذكر العلماء أن ما نتكلم به ونقرره في التنظير كثير، وما نلتزمه في التطبيق أقل من ذلك، وما يقبل عند الله عز وجل أقل القليل. فإذا الأمر يحتاج إلى صدق ويحتاج إلى نصح عندما نتكلم عن حقيقة الاتباع ليتبع المنهج السلفي، وعندما نتكلم عن دعوة الانتساب ليحذر، لا أن نغمز فلانا أو فلانا. هذه حقيقة ينبغي أن تدرك، وأن نحسن الظن بإخواننا، ومن أراد أن يرد على طائفة أو جماعة أو شخص لديه الجرأة أن يقول الرد على فلان ويكتب كتاب حتى لو كان من أهل السنة. لكن هذا الكلام الذي تكلم به في الدروس والمحاضرات المقصود به التنظير لهذا المعتقد ولهذا المنهج السلفي ليتبع ولنتجاوز الأخطاء. هذه بعض الأمور المتعلقة بالمقدمات. نأتي للموضوع. الموضوع العقيدة السلفية بين حقيقة الانتساب، حقيقة الاتباع ودعوة الانتساب. قد يقول قائل: من سبقك في هذا الموضوع؟ وما حدود هذا الموضوع؟ وماذا يقصد بهذا الموضوع؟ أنا أقول دائما لا ينبغي أن نتكلم في
في موضوع علمي إلا وله أصل شرعي، وهذا الموضوع له أصل شرعي في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلموا. ما معنى هذه الآية؟ هذه فيها تفريق بين حقيقة الاتباع ودعوة الانتساب. قالت الأعراب آمنا، هذا انتساب دعوة بينها الله عز وجل أنهم لم يبلغوا هذه المرتبة. إذن هذه آية من كتاب الله عز وجل تقرر هذا الأصل الشرعي العظيم، وأن العبرة ليس بأن ننتسب للإيمان، وإنما العبرة بأن نؤدي حقائق الإيمان حتى يصح الانتساب. من الأدلة من السنة، وقد تكون هذه الأدلة في جوانب من الاتباع، قصة الرجل الذي صلى بحضور النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف عند أهل العلم بالمسيء في صلاته. صلى ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام ثم قال له: ارجع فصل فإنك لم تصل. هذا في تقرير هذا الموضوع. رجل يقول صليت، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: لم تصلي. ولاحظوا هنا أنه نفيت الحقيقة والإسم، لم يقل صليت ولكن قصرت، قال لم تصلي. هذا دليل على أن ليس كل من صلى هو مصلي عند الله. النبي صلى الله عليه وسلم برحمته بالأمة كان يعالج الأمة، وأنا دائما أقول لإخواني وطلاب العلم: احرص على صلاتك. والله ليس فينا من يحرص على الأمة حرص النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي للرجل يقول لم تصلي. وكثير منا يرى بعض المقصرين ولا ينصح، لما؟ قال لا يقبل. وقد يأتي الرجل يوم القيامة ويقال له لم تصلي. هذا يتطلب الحرص على معرفة الحدود الشرعية لهذه الحقائق، حقيقة الإيمان الذي ننتسب إليه، حقيقة السنة التي ننتسب إليها، حقيقة الصلاة التي نؤديها. الرجل الذي ضحى وذبح أضحيته قبل صلاة العيد، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: شاتك شاة لحم. فنفى عنها الاسم وأنها ليست بأضحية والحقيقة. إذن هنا يلاحظ في الشرع أنها تنفى الحقيقة عن بعض من ادعاها، لماذا؟ لخلل يحصل في عمل العامل. وهذا الخلل الذي ذكر كله في باب الاتباع، هناك جوانب أخرى تدل على الخلل المتعلق بالإخلاص في قصة النفر الذين أول من تسحب بهم النار والعياذ بالله رجل تعلم القرآن وآخر شجاع يجاهد والآخر كريم ينفذ، فبعثوا فقال قارئ القرآن: تعلمت القرآن فيك. فقيل له: إنما قرأت القرآن ليقال قارئ، وقد قيل، ويقال للشجاع: إنما قاتلت ليقال شجاع، وقد قيل، ويقال للسخي المنفق: إنما أنفقت ليقال سخي جواد، وقد قيل. ملاحظ وقد قيل، هذه والله مخيف. وقد قيل، قيل في الدنيا، قيل عالم، قيل سلفي غيور، قيل سخي كريم، لكن ما وزن هذه الأعمال عند الله؟ ألم تنفى الحقيقة عن هؤلاء؟ هذا مجاهد، هذا عالم، وهذا سخي كريم، ما أثر هذه الأعمال؟ لم ينتفعوا منها بشيء. وهذا الانتفاع هو لفقد الإخلاص. والجوانب الأخرى لانتفاع المتابع، وإلا الصحابي هل تعمد أن لا يصلي؟ ما تعمد هذا. إذن هنا المنطلق في تحرير هذا المصطلح العقيدة السلفية لا بد من رعاية هذا المصطلح والوقوف عنده باعتبار الإخلاص والمتابعة، وبه نميز بين حقيقة الاتباع ودعوة الانتساب.
لو أخذنا جوانب من الجوانب التي يتميز بها المنهج السلف والتي يتحقق بها الاتباع، نجد أن هناك أصول وفروع لهذه المسألة. أول أصول طبعاً هذه المسألة وهو الانتساب بإخلاص، انتساب لعقيدة السلف، لمنهج السلف وللسنة بإخلاص، لأن بعض الناس ينظر إلى قبول الناس وإلى توجه الدول وإلى رواج الكتب وإلى كثرة الحضور في المحاضرات، فقد يجد أن المنهج السلفي له حضور وقبول فيسير مع التيار، ما دام السوق كما يقولون سوق سلفية فهو سلفي. وقد رأينا من بعض المتلونين والعياذ بالله من إذا أقبل المنهج السلفي وحصلت له نصر انتسب إليه، وإذا جاءت الفتن تبرأ منه. وأنا لا أقول أن هذا في من ينتسب للمنهج السلفي من طلاب العلم بحق، ولكن من بعض المتملقين، وهذا الأمر لا بد من الوقوف عنده ومراقبة الله عز وجل في انتسابنا للسنة. ولهذا أقول لا ينبغي أن نزكي أنفسنا، نحن نحتاج إلى مراجعة للنفس وفي انتسابنا لهذا المنهج السلفي والعقيدة السلفية، هل هذا بإخلاص وصدق أو أنه لشهرة أو أن قد يعز علينا مخالفة الناس؟ فلا بد من الوقوف مع النفس في حقيقة هذا الانتساب. وكما تعلمون الإخلاص هو أصل القبول في كل عمل، في الانتساب للسنة في سائر الأعمال. الجانب الثاني يتعلق بالمتابعة، الجانب الثاني يتعلق بالمتابعة، وهو من انتسب لهذه العقيدة السلفية لا بد أن يكون على علم بها وبحقيقتها، وبذلك تحصل المتابعة في حقيقة هذا الانتساب. وهذه المتابعة تتحقق في أصول من أصول السنة لا بد من تحقيقها ليصح الانتساب وليتحقق الاتباع. الأمر الأول الاتباع في الإسلام، فلا يجوز لرجل أن ينتسب لغير الإسلام. وانتساب أهل السنة للعقيدة السلفية وللمنهج السلفي انتساب شرعي، ولهذا شدد السلف في الانتساب لغير السنة، وجاء في بعض كلامهم من انتسب لغير الإسلام فانسبه إلى أي دين شاء، وفي مفهوم الإسلام السنة، من انتسب لغير السنة فانسبه إلى أي دين شاء. قال بعض أهل العلم قل يهودي قل نصراني قل ماشي، لأنه خرج عن السنة خرج عن الدين. وهذا الانتساب له أثره العظيم في الاتباع، وهو أن يكون الرجل منتسبا للسنة بصدق، ينتسب إليها انتساب اتباع. وهنا لا بد من وقفة في تحرير مفهوم الانتساب، هذا له جانبان. الجانب الأول انتساب للعلم وللسنة الذي يتميز به السني من البدعي، هذا واجب على كل مسلم ولا بد منه. ولهذا كان بعض علماء المعاصرين يكثر من هذا، ومنهم الشيخ الألباني وبعض أهل العلم، ودرج على هذا كثير من طلاب العلم المعاصرين، يقول أنا سلفي. الجانب الثاني الانتساب على وجه التزكية، وهو أن يقول الرجل أنا سلفي أنا سلفي، يريد بذلك أن يزكي نفسه، وهذا خلل. ولعل هذا هو الذي منع بعض مشايخنا وعلمائنا الكبار من أن يكثروا من هذه الكلمة، ومنهم مشايخنا الشيخ عبد العزيز الباز والشيخ ابن تيميه والعباد والفوزان، نجد قليل جدا، بل لا أتذكر كثير منهم يقول أنا سلف. لا يعني هذا أنهم لا يرون الانتساب لمنهج السلف، ولكن كثير من أهل العلم يرى أنها تزكية. فنحن إذا حررنا هذه المسألة نفرق بين حقيقة الاتباع في الانتساب لعقيدة السلف الذي نرجو أن نكون
على السنة وعلى المنهج السلفي وبين أن نزكي أنفسنا كما يقوله بعض الشباب وتلمس، ولربما ظهر عليه من علامات العجب والافتخار عندما يقول أنا سلفي، ولربما قال في موطن الافتخار. فلا ينبغي للإنسان أن يزكي نفسه، فكما أن لا نرى أن يقول الرجل أنا مؤمن، وتعرفون كلام السلف في مسألة الاستثناء في الإيمان كلام فيه مشهور، كذلك الانتساب للسلفية إذا كان على وجه التزكية فينبغي أن يراعى هذا الأمر. هذا ما يتعلق بالاسم. الجانب الثاني الاتباع في الاستدلال ومنهجه، في الاستدلال ومنهج الاستدلال. وقبل الاستدلال يتضمن الاستدلال الدليل، وهذه الأمور واضحة عند أهل السنة أن أدلتهم التي يرجعون إليها هي الكتاب والسنة والإجماع، كما ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الواسطية في غيرها من رسائله. تعلمون الخلاف في القياس هل هو أصل أم لا، والخلاف فيه لفظي، فمن قال أنه أصل قال أنه يرجع إليه في تقرير المسائل، ومن قال أنه ليس بدليل قال إنما هو وسيلة يعني لمعرفة مدلول النص وليس هو شيء مستقل. وعلى كل حال فالمشهور أن الأدلة هي الكتاب والسنة والإجماع، ولكن لا أعرف أحدا من أهل العلم ممن ينتسب للسنة لا قديما ولا حديثا ينكر أن يعتبر القياس في استنباط الأحكام من الأدلة ويقول أن هذا باطل. لكن هل يقال أن هذا دليل أو يقال أنه وسيلة في معرفة حقيقة الدليل وفهم الدليل؟ منهج الاستدلال هذا منهج واسع جدا، استدلال بالنصوص، ويقوم هذا على أمور عظيمة من أهمها جمع الأدلة، جمع الأدلة في مكان واحد، وهذا الأمر يحصل في المنتسبين للسنة قصور في تحقيقه، فعندما تعرض مسألة يؤخذ بطرف من النصوص ويقرر ما قررت هذه النصوص في معزل عن الطرف الآخر. ولو شئت أن أمثل بحكم الواقع وبحكم ما لمست من طلاب العلم في هذا الباب لا طالت الأمثلة لأخذ أطراف الأدلة وترك طرف آخر، ولعلي أمثل بمثال واحد، وهو نظر بعض إخواننا إلى جانب الرد على المخالف عند السلف فأخذوا بهذا الأصل وقرروه وهو حق وجزاهم الله خيرا، ولكن لا ينبغي أن يكون هذا على حساب هذه الأصول أخرى، بحيث يتربى الشاب وهو لا يعرف من عقيدة السلف إلا الرد على المخالف. وقد رأينا بعض الطلاب يأتون من أوروبا ومن آسيا ومن أفريقيا وهم عندنا في الجامعة في شعبة تعليم اللغة العربية، للآن ما تعلم اللغة، يعني الطالب الأعجمي أول ما يتعلم اللغة ثم ينتقل للكلية، وإذا به يقرر له الرد على المخالف، وبعضهم يأتي بأوراق نصفها كلام أعجمي ونصفها عربي ويقول أنا أرد على المخالفين. من الذي أوصل هذا الشاب إلى هذه المرحلة؟ خلى المنهج، قرر له ومشى عليه حتى ظن أن السلفية هي أن ترد على المخالف، ونسي عقيدته وعبادته وأخلاقه، ولربما قصر في جوانب كثيرة، وهذا موجود. الواجب عندما نقرر هذه المسائل رد على المخالف أصل شرعي، ولهذا من الأمور التي الآن نعاني منها في مثل هذه الكلمة تنتزع هذه الكلمة من كلامي ويقال فلان يحارب الرد على المخالفين، والله لا نبالي به رغم أنفك سنرد على المخالفين. أنا قلت لا ترد على المخالفين، أنا أتكلم في سياق وأقول من جوانب القصور أن تأخذ جانبا من السنة، ما قلت الرد على المخالف بدعة، الرد على المخالف أصل عظيم،
اشتمل كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على الردع المخالف. لكن الذي ننكر على إخواننا أن يأتي من يشتغل بهذا الجانب ويترك الجوانب الأخرى، حتى نكون منصفين من أهل العلم قديما وحديثا من اشتغل بالتأصيل وتقرير الحق وأغفل جانب الرد على المخالف، وجاءت فجوة بين المسلكين، فهذا يرى أنه مشتغل بالدين لا يشتغل بالفتن، وهذا يرى أنه يقوم بواجب الرد على المخالف وقد لا يشتغل بتقرير العقيدة والعبادة. وأرى أن العالم طالب العلم والداعية أن يشتغل بكل شعبة من شعب الإيمان حتى يتحقق له الاتباع الكامل للسنة، تقرر العقيدة، تقرر العبادة، وتقرر الأخلاق، وترد على المخالفين. لا نشتغل بجانب على حساب جانب آخر، وإلا كثير من الناس قد يشتغل بأمر، وأنا يعني لا أعني بذلك كما ذكرت في بداية الحديث أن يوجد تخصصات وأن يشتغل الإنسان بتخصصه، هذا لا بأس، لكن لا ينبغي أن يصحب هذا عندما أكون متخصص في العقيدة أن الذي يتخصص في غير العقيدة مفرط في جانب الدين، بل لا أشتغل بالجانب الآخر. هنا الخلل. هذا ما ذكرناه في هذه الأصول العامة يدخل في جزئيات كثيرة في جوانب، مثلا معاملة أهل البدع، في مسائل التكفير، في مسائل الهجر، قد نأخذ بجانب ونغفل جانب. الشرع اشتمل على التأليف وعلى الهجر، اشتمل على الترغيب والترهيب، اشتمل على التألف والزجر، لماذا نأخذ جانبا من جوانب السنة ونترك الجانب الآخر؟ أرى أن هذا قصور يعني في الاتباع، ومن أراد الاتباع فليجمع الأدلة في باب واحد ويقرر ما دلت الأدلة بمجموعها لا بجزئياتها، وهذا له أثر عظيم حتى في تحقيق المسائل. وهذه مسألة مقررة عند الأصوليين أن من أراد تحقيق مسألة فعليه أن يجمع الأدلة في الباب الواحد ولا يأخذ بجانب. كذلك في المنهج السلفي في العقيدة في تقرير هذه المسائل لا بد من جمع يعني أطراف هذه المسائل. الاتباع في العقيدة هذا جانب مهم جدا. الانتساب لمنهج السلف ليس مجرد أن أقول سلفي، ونجد أن صاحب هذا الانتساب لربما يجهل من عقيدة أهل السنة أكثر مما يعلم. انتساب بعقيدة أهل السنة تقتضي أن يأخذ طالب العلم نفسه بالعزيمة في أن يدرس مسائل الاعتقاد دراسة مقصرة بالأدلة يعتقدها في نفسه ويمتثلها في عبادته ويدعو إليها ويجادل أهل الباطل الذين يصدون عنها فيكون محققا لها مدافعا عنها. وهذا لا يمكن أن يتأتى بمجرد الأماني. ولو سألت بعض طلاب العلم عن بعض تفاصيل مسائل في الصفة ما ضبطها، سألت عن مسألة في القدر ما ضبطها، سألوا عن مسألة في توحيد العبادة تجده يعني له فيها شبه كثيرة. فإذا أردنا حقيقة الاتباع لا بد أن ندرس هذه العقيدة، وإلا فالعلماء قديما ذكروا فرق بين من ينتسب للسنة من العلماء والعوام، فبعض المنتسبين للسنة اليوم هو بمنزلة العوام، ونحن لا ننظر إلى الشهادات، قد يكون دكتور في العقيدة لكنه عام، دكتور في الحديث لكنه عام، لا نغتر بالشهادات. الشهادات عرفناها وعرفنا طريقها، يكتب في جزئية في الماجستير في الدكتوراه في جزئية يبقى محصور فيها، لا يقرأ ولا يدرس ولا يفهم ولا ربما لم يفهم الرسالة التي كان، فلا نغتر ولا نخالف أنفسنا. اعرض نفسك على هذا العلم، ما الذي حققت؟ ما هي أصول أهل السنة في توحيد الأسماء والصفات؟ ما هي أصول أهل السنة التي فارقوا فيها أهل الكلام؟ ما هي أصول أهل السنة التي فارقوا فيها الفلاسفة؟ ما هي الشبهة التي أثيرت على السنة؟ كيف نرد على المخالفين؟
هذا هو حقيقة الاتباع، ولا يسهل على الإنسان يعني أن يدعي أنه سني وهو لا يعرف من العقيدة يعني إلا الاسم. طبعاً هذا جوانب كثيرة جداً، يعني معرفة العقيدة متعلقة بالعلم بالله أولاً، ثم بالعلم بمسائل الاعتقاد وأركان الإيمان الستة، ومعرفة هذه المسائل ومعرفة الأدلة عليها ومعرفة جزئيات هذه المسائل، بحيث إذا سئل طالب العلم يجيب، وقبل هذا يعتقد في نفسه. الجانب الرابع في الاتباع، الاتباع في العبادة. عقيدة أهل السنة ومنهج السلف، واقرأوا سير السلف، العلماء في العقيدة وعباد، ولربما كانت الصورة في ضعف الاتباع في هذا الظاهر لدى كثير منا بما عرفنا من الشباب المنتسبين لمنهج السلف، ولديهم قصور كبير جدا في العبادة. وأخبرني بعض طلاب العلم في بعض البلدان من بعض الشباب الذين يقال أنهم رؤوس السلفية، قال والله بعضهم يمضي عليه أكثر من شهر وهو لم يشهد صلاة الفجر. كيف يكون هذا سلف؟ ما نقول كلنا نقصر، قد ينام الإنسان قد يغفل، لكن أن يمضي عليه الشهر وتارك لصلاة الفجر من غير مرض ومن غير عذر، هذا خلل. فمعرفة العبادة، وهذا يتعلق بجانبين، جانب علمي وجانب عملي. العبادة وما حقيقتها وما أركانها، يعني لو سألت بعض طلاب العلم الآن يمكن يصلي، لكن إذا حصل خطأ وسهو بالصلاة ماذا يفعل؟ إذا أسقط ركنا ماذا يفعل؟ إذا ترك واجبا، إذا ترك أمر مستحب؟ تكلم العلماء في جزئيات كبيرة في العبادة، التفاضل بين العبادات وأوجه التفاضل في الإخلاص والمتابعة والمداومة على العمل والمتابعة المتعلقة بحال أهل الزمان، كأن تشتغل بما ينفع الناس من العلم الذي ينفع، لأن يكون هناك شيء يعني مكرر. كل هذا التفاضل وهذه الوجوه لها أثر في عبادة الرجل، وهي ثمرة العقيدة الحقيقة. العبادة هي ثمرة العقيدة، ولا يمكن تكون عقيدة صحيحة لا تثمر عبادة، بل هذا لازم كما ذكره شيخ الإسلام في الرد على المرجئة. لكن كثير منا يعرف هذا في التنظير في الرد على المرجئة، لأن المرجئة يخرجون العمل من حقيقة الإيمان، ونحن لا نخرج العمل من حقيقة الإيمان نظريا، لكن بعض الشباب ربوا على أن السنة أن ترد على المخالف، وليس لصاحب السنة عناية لا بالعبادة ولا بالأخلاق، هذا خلل. فإذا الاتباع يقتضي أن تتبع العقيدة الصحيحة بعبادة صحيحة، وهناك ميدان واسع. وكما قلت والله في بداية الحديث، والله أنا أول مقصري في العلم بالاعتقاد وفي العمل بالعبادة، لكن تقصيري لا يمنعني من أن أنصح يعني طلاب العلم. ذكرت أنا مرة في أن الرجل قد يتكلم بالكلمة ويخالف قوله وعمله ولها ست صور هذه المسألة. قد يدعو لسنة ويضعف عنه، يدعو لصيام النفل ويضعف عنه فلا يؤاخذ، ولكن الخطر أن يدعو لشيء وهو قادر عليه، وخاصة ما يتعلق بالواجبات ولا يمتثل، هذا خطير. أما السنة كثير من الناس يدعو للسنة وهو لا يقدر عليها، مريض أو اشتغل بما هو أهم، فنحن نضعف في جوانب كثيرة. لكن تنبيه الأمة لهذا الأصل، وهو أن من منهج السلف الذي كانوا عليه أهل عناية بالعبادة، أهل عناية به الأخلاق، وهذا هو الجانب الخامس، الاتباع في الأخلاق. والمثال هذا تظهر فيه الصورة أكثر من التي قبلها من الوجود، وهو قصور كثير من المنتسبين لمنهج السلف في الأخلاق. فصاحب السنة ينبغي أن يكون على خلق، وأن يمتثل هذه العقيدة في أخلاقه وفي معاملته للناس. وأنتم تعرفون أهل البدع الذين انتسبوا للأخلاق وحسنوا أخلاقهم كيف وصلوا إلى قلوب الناس؟ على فساد ما عندهم من اعتقاد. فنحن أولى بهذه الأخلاق وأولى بهذه المعاملة، توقير الكبير، احترام الشيخ الكبير، احترام العالم، إلقاء السلام، هذه أخلاق إسلامية.
فلماذا يعني يهون من هذه الجوانب حتى أصبح الذي يقرر أن الأخلاق من السنة الآن ينتقد وقد انتقد في هذا؟ أن الذي لا يهتم بالأخلاق ويرى أن هذه الأخلاق غير مهمة كما يقولون في منهج السلف، يرون أن من خالف في هذا أنه مخالف وأنه أتى بشيء جديد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الصورة السادسة في الاتباع هو الاتباع في الدعوة. نحن أخذنا جانب العقيدة وجانب العبادة والعمل كلها متعلقة بالنفس. هنا يأتي دور نقل هذا الخير. هذا العالم طالب العلم السني الذي ضبط هذه العقيدة وامتثل العبادة وأخلاق على قصور فينا، ينبغي أن ترتفع الهمة إلى دعوة الناس إلى هذا الأمر. وهنا يبرز منهج أهل السنة في الدعوة إلى الله عز وجل على علم وعلى بصيرة، بعيدا عن المناهج المحدثة وعما أحدث المخالفون في هذا الباب، وأن نكون على دراية كبيرة جدا بأصول هذه الدعوة، وربط هذه أيضا هذه المسائل بباب القدر، تفريق بين هداية الإرشاد وهداية التوفيق. نحن حملنا هداية الإرشاد، وإن لم يهتدي الناس فلا يعني فشل الدعوة وأن نغير أسلوبنا أو ما يقال تجديد الخطاب الديني، لا، نحن ندعو إلى الكتاب والسنة، قبل هذا من قبله ورده من رده، معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، ولا نغير خطابنا ولا نغير أسلوبنا الشرعي، ولا نأتي يعني أشياء جديدة حتى أصبح طبعا من غير المنتسبين للسنة يأتون بأشياء، حتى أصبح بعض الدعاة كالممثلين، بل هم ممثلون، يعني لا مروءة ولا أخلاق ولا سمع العلماء يظهر عليه. هذا انسلاخ من الدين ومن الأخلاق ومن المروءة. العالم له قيمة، العالم له مروءة وله سمع، تكلم بالعلم. إن لم يهتدي الناس بما اهتدى عليه السلف لم يهتدي الناس. أن يأتي من يتلاعب بعقول الناس ويظهر في شاشات الإعلام كأنه ممثل، ودقيقة بلباس والدقيقة الثانية بلباس، ويأتي مرة يلعب مرة يضحك، يستهزئون بالدين، هؤلاء على خطر. وإن كنت أقول أن لا يوجد الحمد لله من ينتسب لمنهج السلف، لكن لاحظت فترة أخيرة أن هناك من تتطلع نفسه أن يجاري بعض هؤلاء، ما دمت أنا سلفي لا مانع أفعل، هل هذا المنهج صحيح؟ فإذا الاتباع في الدعوة يعني جانب مهم، وهو أن ندعو إلى السنة على طريقة سلف الأمة. الجانب الأخير السابع الاتباع في الأحكام والمعاملة، وهذا جانب مهم. الداعية يدعو إلى الله عز وجل، وما دعا أحد للسنة إلا سئل عن الناس، شئنا أم أبينا، تسأل عن طوائف، تسأل عن أفراد. والذي ينبغي هو عدم التوسع في الأحكام، لأن باب الأحكام باب عظيم، لكن قد نبتلى بأن لا بد أن نجيب في بعض المسائل. الذين يخالفون العقيدة منهم من يخالفها بالشرك، منهم من يخالفها بالبدعة المكثرة، منهم من يخالفها بالبدعة غير المكثرة، منهم من يخالفها بهوى. لا بد أن نربط هذه الأحكام وهذه المفارقات، وأن تكون الفتاوى التي تصدر من أهل العلم الذين ينتسبون للسنة أن تكون مطابقة لأحكام رب العالمين في عباده. وحقيقة الاتباع أن تكون متبعا لأحكام رب العالمين في خلقه، تكفر الكافر وتشهد للإيمان للمؤمن بالإيمان، وتنزل أحكام الكفر على الكفار وأحكام الإيمان على المؤمنين، وتراعي أحوال أهل الإيمان وأحوال أهل الكفر. كل هذه الجوانب إذا ما حققت سيحصل هذا الخلل الذي وصل إليه الأمة، في أن بعض الأبناء أصبح يتقرب إلى الله بقتل أبيه وأمه. يعني ما الذي أوصل الأمة؟ وأصبح بعض المشنعين ينسبون هؤلاء لنا، يقولون هذا نتاج الدعوة السلفية. لماذا؟ لأن هؤلاء ينتسبون للدعوة السلفية، أو قد ينتسبون لبعض الكتب، يظهرون كتب الأصول الثلاثة، وهم أبعد الناس عن هذه الدعوة، عن هذه العقيدة، وعن كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب. هذه من الخطورة أيضا، عندما يأتي من ينتسب لعقيدة السلف ويظهر كتب السنة وهو على هذا الفهم البعيد الذي
أهل العلم والأئمة الكبار من أبعد الناس عن هذا الأمر. هذا الأمر يعني جانب مهم جدا. الآن لا نكون بعيدين في معاملتنا نحن لإخواننا. من أخطأ منا نحن الذين ننتسب إلى السنة كيف يعامل؟ وكيف يتعامل مع كتبه؟ كيف نتعامل مع دروسه ومحاضراته؟ وما الذي نوجه طلاب العلم إليه؟ كلكم يدرك الخلل الموجود الآن. هل هذا من الاتباع؟ فإذا كان هذا من الاتباع تكون هذه السنة قريبة من منهج الخوارج. ولكن يعلم أهل العلم بالسنة أن هذه السنة رحمة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أهل السنة هم أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق. فالسنة اتباع في هذه الجوانب كلها. فمن أراد حقيقة الاتباع للمنهج السلفي عليه أن يضبط هذه الأصول وأن يكون منتسبا إليها أولا بإخلاص، والأمر الثاني بمتابعة، المتابعة متفرعة عن هذه الأصول. الجانب الآخر وهو جانب دعوة الانتساب. وقد تعرضنا أثناء التقرير بحقيقة الاتباع بعض الأخطاء، لكن على سبيل العرض. وهنا أوجز الحديث الجانب الآخر لما تقدم من الإشارة إليه في الجانب الأول. دعوة الانتساب يحصل الخلل من جهتين. طبعا دعوة الانتساب انتساب ليس له الحقيقة. سننبه على معنى الحقيقة. الحقيقة لها أصل ولها حقيقة كاملة. ولا يظن أيضا عندما نقول دعوة الانتساب أن ننفي الانتساب السنة إذا حصل قصور في المنتسبين إليه. سيأتي التنبيه على هذا. فدعوة الانتساب والقصور الذي يحصل في هذا الباب يرجع إلى أصلين، إما إلى قصور في الإخلاص أو في المتابعة. القصور في الإخلاص كما تقدم وهو أن ينتسب الرجل والعياذ بالله للسنة رياءً وسمعة وطلب للدنيا، وهذا معلوم أنه ينفي هذه الحقيقة ولا أجر لصاحبها. ولهذا نقول أن هذا نفي لأصل الحقيقة ولا يؤجر عليه، كالذي يدعي الإسلام وهو ليس بمسلم ويدعي الإيمان وهو ليس بمؤمن. الجانب الثاني جانب القصور في الاتباع. ونحن إذا قلنا دعوة الانتساب خرج من هذا من يقول أنا سلفي، ولكن يدخل في هذا كثير من أهل البدع ومن الجماعات المعاصرة الذين وضعوا لهم أسماء جهمية ومعتزلة وأشاعرة وإخوان وتبليغ وفلان وفلان وحزب فلان وحزب فلان. هؤلاء كلهم خرجوا من الانتساب للسنة إلى هذه القوالب الضيقة وإلى هذه المناهج المخالفة للسنة. فلا يرضى المسلم أن ينتسب لغير السنة والجماعة وأهل الحديث وأهل الأثر، كلها أسماء شرعية. من جوانب القصور في الاتباع القصور في المنهج العام في الاستدلال. طبعا نحن نقرر هذه المسائل تقريرا نظريا، أدلتنا الكتاب والسنة والإجماع. وقد يحصل حقيقة قصور في تفاصيل هذه المسائل. فلو سألت بعض المنتسبين للسنة ما هو دليل هذه المسألة من القرآن أو من السنة، ما عرف وما عرف الدليل، وهذا قصور في الاستدلال. حقيقة انتساب هذا الشاب للسنة أنه مقلد. يعني حقيقة يعني المصطلح الشرعي لو أردنا أن نحكم على هذا الشاب هو عامي مقلد، وكونه يحمل الكتب في يده وينتسب لطلب العلم لا يقدم عنه تقليد. وأنا مرة سألت من سنين طويلة، قلت نحن الآن أكثر ما يرمين به المخالفون أنكم تتكلمون في المخالفين وتطعنون فيهم، ونحن نقول هذا من النصف للأمة، ونقول قول السلف لا غيبة للمبتدع، فما هو الدليل؟ ما أجاب أحد. بعضهم قال الشيخ الفلاني قال، بعضهم قال فلان قال. فذكرت لهم الدليل، قلت الدليل في هذا النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة وقالت تقدم لخطبتي معاوية وأبو الجهل. قال أما معاوية فصعلوك لا مال لك، وأما أبو الجهل فلا يضع عصا عن عاتقه. فتكلم في اثنين من أصحابه وما ذكر ما فيه من الخير، بل ذكر ما يحذر منه من
هذه المرأة. لماذا؟ لمصلحة المرأة. فهذا دليل على أن مصلحة الدين أولى من مصلحة المرأة، في أنه إذا كان مخالف يتردد عليه طالب علم وتخشى على هذا الطالب الخلل في عقيدته أن تنصح له وتقول فلان مبتدئ، فلان عنده كذا وكذا، وهذا لا بد أيضا أن يصحبه عدل. كما قلت نتكلم أمور نظرية لكن تفاصيلها أحيانا تفقد. عندما نتكلم عن المخالفين لا بد أن يصحب هذا إخلاص، ولا بد أن يصحب هذا صدق. فلا يجوز أن نقول في الأشعري أنه معتزل، ولا المعتزلي أنه جهمي، ولا الجهمي أنه رافضي، وإنما نصف المخالف بوصفه الصحيح، ونحذر مما تحقق فيه من موجب التحذير، ولا يجوز لنا الظلم. وبعض الطلبة يظن إذا قيل المبتدع كما يقولون قل ولا حرج، يعني قل فيهم ما شئت، زنادقة، كفار يريدون هدم الدين. يا فلان ارفق بنفسك، أن تتكلم في بعض من ينتسب للسنة قد يكون لديه بدعة. ما حد قال أن كثير من الأشاعرة زنادقة، كثير منهم كانت لهم جهود في السنة. طبعا هذا الكلام عندما نقوله يعني لشخص لا يعرف العقيدة وما درسها يقول هذا مميع مضيع، لكن ارجعوا لكتب شيخ الإسلام، كلام أهل العلم في بعض الأشاعرة، ماذا قال شيخ الإسلام في الباطلاني وفي الأشعري وفي كثير من هؤلاء. هؤلاء لهم انتساب للدين، ولا يتهموا بزندقة ولا بإلحاد، لكن لديهم خلل كبير في جانب الاتباع. فنفرق بين زنديق يريد هدم الدين وبين رجل أخطأ أخطاء كبيرة تخرجه من السنة، لكن فرق بين الحكم في الزندقة وأنه أراد هدم الدين وبين أن نقول أنه أخطأ. هذه الأمور لا بد أن تربط. أيضا التحذير يكون على قدر الأمر، كما قيل في لقمة اللقمة التي يحتاج إليها من يعني أشرف على الموت وأكل من الميتة أو شرب جرعة الخمر عند المغص وليس عنده ما يعني يرد به هذا الأمر إلا جرعة الخمر. فكذلك التحذير، قال العلماء الأصل الكلام في الغائط حرام، وإنما أوجبه التحذير. والتحذير متى ما تحقق به المقصد الشرعي لا يجوز بعد ذلك أن نتجاوز. ومن هنا تدركون أن أهل العلم الذين تكلموا تكلموا بقدر، ولم يشغلوا الليل والنهار الكلام في الناس بحق وبباطل، كما حصل التجاوز من بعض المنتسبين للسنة. وإذا قيل هذا التجاوز قال أنت تدافع عن فلان. أنا أدافع عن فلان، أنا سمعت رجل في مجلس سئل عن أحد المخالفين الذين كلنا نتفق على أنه مخالف وينتسب لغير السنة وله خلق، فسئل قال فلان يقول بوحدة الوجود. فسألني أحد الطلاب قال قلت كلام باطل. يقول قلت أنا أقول فلان مخالف، لكن فرق بين أن تقول مخالف بكذا وأن تقول يعتقد عقيدة وحدة الوجود. الله أمر بالإنصاف، رب العالمين ما ظلم عباده ولا يظلم ربك أحد. فكيف نصف رجل لديه خلل في المنهج وهو ينتسب للسنة ولكن لديه خلل كبير من الدعاء الذين معروفين يعني عند الناس، لكن لديه خلل وصاحب وحدة وجود، هذا ظلم وبغي. ولهذا بعض الناس ابتلي في دينه وفي فهمه وفي عقيدته بسبب هذا الظلم والبغي، والسعيد من وعظ بغيره. فإذا هنا قضية الاستدلال وقضية فهم هذه المسائل بأدلتها هذا أمر مهم جدا. لا بد أن نعرف عقيدتنا، ولا بد أن نعرف يعني حقيقة الاستدلال. الجانب الثاني وهو جانب تطبيق، كلنا نقرر النظرية للأدلة من الكتاب والسنة والإجماع، لكن انظروا إلى جانب التطبيق في حياتنا. عندما يتكلم عالم من علماء الأمة له وزن، ويأتي طالب علم قال الدليل في كذا، قال من أنت حتى تخالف العلماء؟ أنا صاحب الدليل، أنا معي الدليل. قال لا، أنت متجرع على العلماء، فكيف نترك الدليل لقول العالم؟ وهل ذم العلماء متعصبة المذاهب إلا لهذا؟ فلا نكرر هذه الصورة ولكن بصورة أخرى، هم يتعصبون لمذاهب ونحن نتعصب لأشخاص. ما نخرج من هذه الفتن إذا كان المقصود هو مجرد تغيير أسماء. ففرق بين من يتعصب لأبي حنيفة فهو مذموم، ومن يتعصب للشيخ الفلاني السلفي هذا حقيقة الاتباع وهذا حقيقة الرجوع للعلماء. لا بد من تحرير المصطلحات الشرعية،
فنفرق بين حقيقة الاتباع للعلماء والتعصب الذي نذمه وكلنا نتفق على ذنبه. أيضا قضية الترجيح بين أقوال أهل العلم، التجرد للحق في هذا المقام، هذا يحتاج إلى تجرد والرجوع للأدلة، ونحن كلنا نقرر الأدلة التقرير النظرية، لكن ما أكثر كما قيل في التقوى، ما أكثر من يعظ بالتقوى ويقصر فيه، فما أكثر من يقول الدليل الكتاب والسنة والإجماع ويقصر في الاستدلال. وبعض الباحثين رأينا الآن من إذا أراد أن يحرر المسألة قال فلان وقال فلان وقال فلان، تأتي بمئة قول وأنا أقابلها بمئة قول آخر للعلماء، ما انتهينا لشيء. أعطني دليل من الكتاب والسنة ولو دليلا واحدا يغنيني عن مئة قول من أقوال العلماء، لأن العصمة في الأدلة. وأما أقوال أهل العلم ممكن الإنسان يؤلف مجلد مثل ما كتب بعض الآن يرون الخروج، جمع من هنا ومن هنا أقوال العلماء في مسائل وفي جوانب يبتر الكلام حتى يصور للناس أن العلماء كلهم يرون الخروج على فكرة. هيك على الأدلة من كتاب السنة، أعطنا دليلا أن يوجب أو يجيز لأحد أن يخرج على الحكام، لن تجد، بل الأدلة متضابطة في الصبر والمناصر. من القصور أيضا القصور في الاعتقاد كما ذكرت، حتى أصبح الآن الجهل يعني بعقيدة أهل السنة موجود في طلاب العلم، واسمحوا لي على هذه الصراحة، لا أنا أتكلم يعني من منظور يعني أستاذ في الجامعة ودرس في الدكتوراه وفي الماجستير وفي المراحل الجامعية، والله هناك من يصل إلى المراحل العليا ولديه جهل بعقيدة أهل السنة، هذا خلل موجود. ينبغي يعني أن نتجاوز هذا القصور، نعكف على دراسة العلم، ترى يسهل على الناس كثرة التوسع في نقد الناس، لو يجلس ليلة كاملة في السب والشتم وفلان فيه وفلان فيه هذا سهل على الناس، لكن العلم ثقيل، درس في الأسماء والصفات وفي العقيدة وفي القدر لا يثبت في هذه الدروس إلا من وفق الله، يحتاج الرجوع إلى هذه العقيدة. وأنا أقول لطلاب العلم لو أصلنا الناس في السنة عرفوا المخالفة، لأننا عندنا أصلان، الخير محصور والشر لا حصر له. كيف الخير محصور؟ شعب الإيمان محصورة ولا غير محصورة؟ محصورة. ولهذا قال العلماء أن الأصل في العبادة التوقير، ما لم يرد دليل فهي ليست بالعبادة. فإذا كل ما دلت عليه الأدلة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وستون وبضع وسبعون، ممكن لأي طالب علم يضبط شعب الإيمان. لكن الآن ما هي أقوال الفلاسفة؟ وما هي أقوال المتكلمين؟ وما هي أقوال المعاصرين؟ كل يوم تحدث فتن. فلو شغلنا الناس بمعرفة الأقوال لضاعت الأعمار في فهم في ضبط هذه المسائل وفي تدوينها مع عدم الفقه كيف ترد. وهذا الذي حصل. تجد الشاب يعني متفنن عنده ما لا يعرفه الأستاذ المتخصص في العقيدة من أقوال فلان وفلان وفلان، في خطبة كذا قال كذا، وفي محاضرة فلان قال كذا، وفي يوم كذا قال كذا، عنده صبر وتتبع المتخصص لا يحدث لأنه لا يحتاج إليه، لكن لو سألت عن مسألة في العقيدة لا يعرف، هذا خلل. كذلك الخصوص في العبادة كما ذكرت، ولا أريد يعني التوسع في هذا، وأنا موجود كلنا نعاني والله في أنفسنا في قصورنا في عبادتنا، يجب أن نراقب الله فيما نحن فيه وفي انتسابنا لعقيدة السلف، حتى والله إن الواحد منا أصبح يستحي أن يقول أنا سلف، بس خذ كتاب من كتب التراجم واقرأ سيرة أحد أئمة السلف، والله تبقى أيام تستحي أن تقول أنا سلف، لكن بعد أيام ننسى ونرجع نرفع رؤوسنا، نحن سلفيون، أين نحن من السلف؟ والله عبادتنا هذه الواجبة ما أديناها. وأنا ما أتكلم والله أول مقصرين، ما أدينا هذه الصلوات وما خشعنا فيها الخشوع الذي كان عليه السلف وما حققنا هذه العبادة، ولكن نتناصح فيما بيننا أن نكمل هذا النقص. الأخلاق تلاحظون أيضا الخلل الموجود، بل لا أقول في التطبيق حتى في التنظير، يعني أين الدروس في مجتمعات السلفيين في تقرير الأخلاق؟ كم درس يعني سمعنا من طلاب العلم من العلماء في آداب السلام، في آداب المصافحة، في آداب السماحة، في حسن الخلق،
يعني حتى ان بعض الناس يقول هذه ليست دروس، هذه دروس بعض الناس، نحن اولى بها. وانا ما اقول ان هذا خلا من اهل العلم وانه لا يوجد من اهل السنه، لا بد ان يبقى بحمد الله في اهل السنه من يقرر هذا، لكن في خلل عندنا كثير في هذا الجانب، وهو قله الدروس وقله التاصيل في هذه الجوانب. القصور في الدعوة للعقيدة، هذا أيضا من القصور الظاهر في عدم العناية بهذا. ويأتي أكثر الطلاب الآن يسأل عن الأحكام، لا يسأل كيف ندعو، كيف نتعامل مع المعتزلة، كيف نتعامل مع الأشاعرة. وما أذكر قليل الذي يأتي يقول كيف ندعو، عندنا يعني أشاعرة في بلدنا، عندنا معتزلة، كيف ندعوهم؟ قليل جدا الذي يسأل هذا السؤال. لكن كيف نتعامل معهم؟ هذا موجود. فلماذا لا نشتغل بهداية هؤلاء؟ وهذه أمة، يعني أمة دعوة، ويدخل في يعني دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه خاطب بها الثقلين، يدخل فيهم الإنس والجن من اليهود والنصارى وغيرها. وهذا أيضا من القصور لدى بعض السلفيين، حتى الدروس الآن يريدون أن لا تكون إلا للسلفيين، بل أصبح الذي يحضر له عند غير السلفيين يعني أن هذا لديه خلل. هذه الدعوة مقصورة على السلفيين، لو كانت الدعوة مقصورة على السلفيين عندهم خير، لماذا لا نخاطب بها المخالفين؟ وبعضهم يتعمد يقول أنا إذا رأيت مخالف أقول لك كلمة حتى يخرج من المجلس. يعني أين سلامة الصدر؟ وأين حسن القصد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلي عشية خيبر: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حول النخل. يا إخوان، نحن الآن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الضرب بالسيوف يقول: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا. فهل نحن في دعوتنا نريد هداية القلوب ورجوع الناس لدين الله؟ ومن علامات محبة الله ومن صدق محبة الله أن يتمنى الرجل أن يصبح ويمسي ولا يوجد كافر على وجه الأرض. كلهم يعبدون الله، كلهم يعبدون الله، يوحدون الله. لماذا لا ندعو هؤلاء؟ لماذا نحكم على قلوبهم بالضلال؟ ندعوهم ونتلطف به. وفرق بين المداهنة والمداراة. الجانب الأخير وهو القصور في الأحكام، وهذا فيه خلل كبير جدا، خاصة في معاملة أهل البدع. معاملة أهل البدع ليست على درجة واحدة، ولعل الدورة في كتاب موقف هذه السنة يعني، وهذا المقصود منها أن نبين لإخواننا أحكام أهل البدع. هذه الأحكام ليست أهواء وليست آراء رجال، والله دين متبع، والذي يحضر الدرس سيجد الأدلة مقررة من كتاب السنة على معاملة هذا بكذا وهذا بكذا. فهذا فيه خلل كبير، وأن المبتدعة عند بعض إخواننا كأنهم كفار، نزل عليهم أحكام الكفار، لا يسلم عليهم ولا يصلى خلفهم ولا يعاد مريضهم. طبعا هناك نقول عن السلف في المبتدعة أنهم لا يعاد مريضهم ولا تشهد جنائزهم ولا يصلى خلفهم. وكما قلت هنا الجمع بين النصوص، ستجدون في هذا الكتاب الجمع بين النصوص. قيلت نعم هذه بأهل البدع، وصلى بعض السلف خلف أهل البدع، ودعا بعضهم لأهل البدع، وسلم بعضهم على أهل البدع. فهل هذا تناقض في المنهج السلفي، أو هناك تأصيل يتنزل على أحوال؟ إذا أردنا الخروج من هذه الفتنة لا بد أن نضبط هذا الباب. الخلل بهذا الباب في هذا الباب، وهو جهل بعض إخواننا بمعاملة أهل البدع، انتقل إلينا نحن أهل السنة، أصبح بعضنا يعامل إخوانه معاملة أهل البدع. لماذا؟ لأنه توسع في التبديع ثم تنزيل لأحكام أهل البدع على كل من أخطأ ولو بكلمة واحدة في عقيدة السلف. ورأيتم هذه الفتنة كيف يحذر بعض أهل السنة بعضهم من بعض. وأنا عندما أقول بعض أهل السنة لا أقصد أن هذه فتنة عامة في أهل السنة، بل دائما أقول أهل السنة باقون ومنهجهم باقي، ولكن قد يشد شاب وبعضهم فالخلل في هذا الشذوذ. وأما هذه الطائفة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها باقية وما خلق الزمان منها، وسيهيئ الله لطلاب العلم ومن هؤلاء الطلبة من ينصر السنة ويقوم بالسنة ولن تذهب السنة بحمد الله. هذا بوعد النبي صلى الله عليه وسلم.
لكن كما قال أحد مشايخنا مرة، قال السنة منصورة، لكن ينبغي أن نقف عند أنفسنا، هل نحن ممن ينصر الله به السنة أو يكون من المثبطين عنها؟ فهذا الجانب، وجانب الأحكام والمعاملة جانب آخر غير الدعوة. ولهذا بعض الناس إذا قلت ادعوا الرافضة، ادعوا الجهمية، ادعوا المعتزلة، قال يهون في أمر أهل البدع. فرق بين الأحكام. أنا لا أرى الصلاة خلف جهمي ولا رافضي ولا معتزلي، ولكن لا يمنع هذا أن أدعوه للدين. فأصبح بعض إخواننا يخلط بين الدعوة وبين الأحكام، ويخلطون بين أحكام الهجر التي يقصد بها التأديب وبين الأحكام الأصلية. الكافر في الأصل أنه لا يجوز أن تقول السلام عليكم، لا يجوز. وأما كل مسلم دخل في عقد الإسلام من أهل البدع الذين لا يكفرون ببدعه، ومن أهل المعاصي والفساق وأهل الكبائر، يجوز بإجماع العلماء أن تقول السلام عليكم. أقول هذه اصبروا كلام أهل العلم، وانظروا في الأدلة، وانظروا في كلام أهل العلم، هل خالف في هذا أحد؟ لكن قد يترك السلام على هذا المخالف زجرا لغيره عن مثل فعله. انظر لعبارة شيخ الإسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على الغار وصاحب الدين زجرا لغيرهم عن مثل فعله، لم يترك هذا لأنه لا تجوز الصلاة على هؤلاء، ولهذا قال صلوا على صاحبه. إذن هذه الأحكام لابد أن تحرر. حقيقة الاتباع أن تكون عالما بالسنة، عالما بأحكام أهل السنة، عالما بأحكام المخالفة وحدود المخالفة، كيف نتعامل مع المخالفين. نحن لو أخذنا هذا المنهج الذي عليه بعض إخواننا، والله ما اجتمعنا في هذا المجلس أيضا، لأن من يجلس معنا من إخواننا نختلف معهم في مسائل. لكن الحمد لله اجتمعنا على أصول أن ليس كل من خالفنا في مسألة نرى مقاطعته ومهاجرته. فنحن نبين، وأنصح لأخي إن قبل الحق قبل، إذا ما قبل هو رجل على السنة أخطأ في هذه المسألة، وأنا عندي خطأ في جانب آخر، فأنا أتحمله ويتحمله. ليس هذا المنهج الذي يدعو إليه الإخوان المسلمون، لكنه منهج شرعي في أن صاحب السنة إن لم يخرج من السنة ينصح ويبين له خطأه، ولا يخرج من السنة بمجرد الخطأ، فتحصل هذه الرحمة بين الناس. وإلا كل من اختلف مع أخيه قاطعه وهاجره وحذر منه، لا افترق الناس وما اجتمعوا في مجلس، لأن الناس لا يزالون يختلفون في هذه المسائل. يعني هذا ما أردت التنبيه عليه. وأختم الحديث بكلمة مهمة متعلقة بهذا الموضوع، وهو التفريق بين يعني حقيقة الانتساب وكماله. نحن عندما نتكلم عن الاتباع لا يظن أن أهل الاتباع كلهم على درجة واحدة، فيهم علماء كالصحابة، وفيهم من دونه، فيهم علماء وفيهم طلاب علم، وكلهم داخلون في الاتباع، لكنهم متفاوتون فيه. أيضا من يدعي الانتساب للسنة وهو مقصر أيضا يتفاوتون فيه، من ينفى عن قصر الانتساب كالمراهق والعياذ بالله، وكالذي يجهل عقيدة أهل السنة ولا يبني عقيدة أهل السنة هي إثبات للصفات أم تشبيه وتعطيل، والقدر أن نقر بالقدر أن نكذب به، فهذا ولو ادعى السنة هو خارج عنه. وبين عوام ينتسب للسنة ويحبها ويدعو لها ولأهلها، ولكن لديه قصور لا يخرجه من أصل السنة، ولكن يكون لديه انتساب في الأصل وليس له ذلك الكمال الذي حصل لأهل العلم. فلا يظن أن إذا قلنا فيه قصور في المنهج السلفي أننا نبدع كل من انتسب للسنة وهو مقصر فيها. وأنا أول المقصرين، ولا أرى أن أرمي غيري وأخرجه من السنة لما شاركني فيه من التقصير، بل ننصح، ينصح بعضنا بعضا، وننبه على أخطائنا، ويتحمل بعضنا بعضا في الدعوة وفي النقاش وفي الحوار وفي تقرير المسائل حتى تجتمع القلوب على الخير، وننقل هذه الدعوة إلى الآخرين. فالأمة تنتظر أهل السنة، ولا يمكن لأهل السنة أن يدعو الآخرين وأن يخرجوا، يعني لا بجهاد السيف والسنان ولا بجهاد القلم واللسان إلا بعد أن تجتمع كلمتهم، وبعد ذلك سينطلقون وسيفتحون الدنيا بعلمهم وبعبادتهم وبأخلاقهم
وباجتماع كلمتهم على حكامهم وتنطلق الجيوش من دول الإسلام تفتح بلاد الأرض تحت هذه السنة. لا يمكن أن ينصر السنة والإسلام للجهمية والمعتزلة والرافضة والصوفية ولا هؤلاء الجهل الذين يدعون إقامة الدولة الإسلامية، إنما يقيمها أهل السنة الذين ينتسبون إليها بصدق ويقومون بها بحق وعدل وينصحون الناس ولا يظلمون. فإذا حققوا هذا والله نصرهم الله، نصرهم في عقيدتهم وفي دعوتهم وفتح القلوب لهم، ونصرهم في جهادهم وجمع قلوبهم مع حكامهم على البر والتقوى، وحصل هذا التمكين لهذه العقيدة. أسأل الله التوفيق للجميع، وأعتذر عن الإطالة، ولكن كما يعني وقال الحديث المشجون هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نشكر الشيخ على حسن ما قدم، كذلك الشكر موصول لأبي فواز حمود البعيس صاحب المجلس وفقه الله، نشكره على ترتيب هذا اللقاء. ونذكر أيها الأفاضل بالدورة العلمية للشيخ إبراهيم حفظه الله، فإن الشيخ سيعلق على كتابه موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء ومن أهل البدع والأهواء في مسجد كليب مضحي بالعرضية من يوم الأحد من بعد صلاة العصر. الدرس سيكون بعد صلاة العصر، والدرس الثاني بعد صلاة المغرب، وستكون هناك إن شاء الله استراحة، والشيخ سيعلق على مواضع، وليس يعني كما يظن البعض بأن الشيخ سيشرح كل كلمة في الكتاب، وإنما سيعلق على مواضع، وإن شاء الله تكون الأسئلة بعد العشاء. وأخوان الأخوات جزاهم الله خير، مرتب عشاء لكم فتشرفون يعني في هذا العشاء، وشكر الله لكم وبارك الله فيكم، ونشكر كذلك الشيخ، ونسأل الله عز وجل أن يجزيه عنا كل خير، وجزاكم الله خيرا.